الخير يا مسلين، كيفك؟ صباح الخير. أهلا. اليوم جاي نقي لك كم قطعة على ذوقي. حسيت أول مرة بشوفك، عرفت؟ جاي نقي لك كم قطعة على ذوقي باعتبار إنه الشاب على طول هو اللي بيعطي رأيه بهالأمور، والصبايا هن بيلبسوا شيء حلو لحتى هيك ينالوا إعجاب أزواجهم أو حتى ينالوا إعجاب اللي عم يشوفون. مساء صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ تمام. يعطيك ألف عافية. ألوان كتير حلوة، يمكن هاي الصيفية مميزة بالألوان اللي موجودة فيها. بداية مثل ما ذكرت ميشلين، الخط العريض لل 2021 بالنسبة للإكسسوارات للصبايا شو هو؟ هلا بصراحة فكرة الخيط اللي أنا اشتغلت عليها 7 سنين هي صارت ترند هلا. أوف. يعني في كتير بلوجرز لبسوا من عندي ف درجوا. يعني هو الخيط كتير عملي، فيهم يسبحوا فيه، فيهم يبلوا بالمي عادي، ما في شيء بيصدي او بيحل على الايد. في كل الموديلات، يعني في اللي تقيل اللي فيه مثلا زيركون وهيك. أوكي. في اللي فيه صدف ونجوم خرج بحر. حذري شو ما صح نشوفهم كلهم هلا على الشاشه مع الاساتذه، ولكن خبريني كان في سنوات معينه في الوان هي اللي مسيطره؟ يعني مثلا عدى من سنتين الالوان الترابيه درجت بقوه، بعدين لا صرنا نشوف الموف وتدرجاته. هالسنة شو الألوان الطاغية؟ ذهبي، فضي؟ هالسنة كل ما تضاربوا الألوان كان أحلى، يعني البينك والأحمر مثلا كتير هلأ موضة. أوكي. الأورانج، يعني كل شيء تكسر بلون فاقع. طيب. يكون أحلى. يعني عم نشوف يمكن ورد السنة، وماسا أكيد ما أعرف إذا بتوافقيني الرأي، عن جد يعني هيك كولكشن الوان بنفس الكوليه بالاسواره بكل شيء، يعني اكسسوار. حتى قبل كنا ننسق مثلا الحلق مع الكوليه انه لازم يكون على نفس نسق الخاتم، هلا لا. يعني بتحس انه كل شيء لون ومختلف. بتحس انه شو عم يصير بالكوكب هو اللي بيستوحى منه. ممكن عن جد بيكون في فوضى مثلا، بيكون في كورونا، بيكون في خلص بدنا اريحيه نحن. فالمصممين الازياء او حتى مصممي الاكسسوار بياخذوا من وحي اللي عم يصير بالطبيعه وبالكوكب تماما، وبفرغوه بقى بالهاند ميد. هدول كثير لفتوا نظري، خبرينا عنهم. هلا هيك الوان كثير خرج صيف، الاورانج، الستار فيش تبع البحر، اللون الاحمر. يعني شو المواد المستخدمه هون؟ هلا هون هذا خيط. أوكي. يعني على فكرة حتى انه معدن، تمام، بيوحي حتى انه ذهب. يعني حتى عملي بالشلح واللبس، ما في قفل مثل ما شايفين هون. اوكي. شلح هيك وبتنلبس، فنحن من النوع اللي لا ما بدي قفل وحدا يركب لي اياها وهيك، خلاص بتنشلح وبتنلبس. هاي ربع ليرات الذهب. لكن يا سلام. هلا موضة السنة باعتبار ما بيقدروا يشتروا الذهب. اخذ منعوضهم هيك موديل ذهب. بدلهم بشيء ثاني. شو المادة المستخدمة كمان؟ كمان خيط وهذا المعدن. هلأ عندي قطع مطلية مثلاً، في منهم بطليون كرمال عن جد تكون قطعة بتضاين، ما بيروح لونها، ما بتنهرها. بشو بتطلون ماسا؟ بنطليون روديوم أو ذهب. يعني مثل هيك شيء مثلاً. كله بينشغل بالبيت هذا؟ كله بينشغل بالبيت، كله هاند ميد. طيب كثير البنات بيحبوا قصص الحسد ورد العين اجباري والكف والعين وهالقصص كلها، محسودين بناتنا هالايام اجباري. دارج تشكيله عديده، شو الدارج هالايام؟ هلا كل شيء ازرق بصراحه بضل من الالوان المفضله عند العالم، بحسه لون اساسي انه بدي ازرق. اوكي تمام. في هيك مثلا كثير مميزين. هدول شو؟ هذا كله خرز مشكوك. يعني مشكوكين خرزة خرزة. اوكي. اذا بدك تلبقيها هي اللي بايدك على كوليه من الموجودين، شو هلا مثل ما خبرتك ما ضروري مثلا انه هون في ازرق او ابيض انا البس برقبتي ازرق او ابيض، ما شرط ابدا. لا ابدا. يعني حتى انا بس اختار للزباين، هن بيطلبوا مني انه بليز انت اعملي لي سيت مثلا. تمام. وبيقولوا لي انه بيشبهوكي، يعني اغراضك بيشبهوكي. ايه هيك شغل نواعم وشغل ماله كثير، القطع كثير كبيره. تمام. نعم. مثل ماسا. ماسا كمان في شيء عم بيكون، نحن دائما كنا وقت نلبس قطعة ذهب او هي لون الذهبي، فالفضي انه اف لابسه فضي وذهبي انه شو ما حلو ابدا، او انه عن جد انه كثير مو صح. اما هلا لا، بتلاقي حدا لابس مثلا فضي وذهبي مع بعض، مو حدا كتار. كمان موضه السنه او لا؟ بلا موضه، انا منهم. انا من بعيد ماني مميزه الاساور ذهبي. شو رايك تورجينا ايدك على الكاميرا بس لحتى ايدك شوي ياخذوا مثال؟ هيك. اوكي. وهي الخاتم. الخاتم هون عم يجي فضه والاكسسوارات على ذهبي. ذهبي.
حتى ممكن اساور او انا يعني في ايد فيها فضي وايد فيها ذهبي عادي. كنت عم بسالك تحت الهواء انه عامله ديزاينز ل شباب، قلتي لي هلا قيد التحضير. قيد التحضير اوكي، وحنشوف ابداعك فيهم. الكوليهات كيف بدها تختارهم الصبيه للصيف؟ شو القواعد العريضه؟ حسب شو لابسه؟ حسب شو المناسبه؟ حسب شو اللي بيروح معه بيلبق على كل شيء، يعني بحيث انه تحطه وما تشيله. يعني هي بحال عرقت حطيت بارفان مانو من الاكسسوار اللي ممكن يصدي او يحل أو لانه مطلي مثل ما قلتي ومعالج نوعا ما. تمام، هو فكره الخيط انه هو يضاين، يعني في يعني عادي مثلا تحطه مع طوق ذهب حتى ببين ذهب. تمام ماسا، حتى عم نشوف ما بعرف باول كوليه من عندك ورد كانه في حجر او شيء فيه، ولا انا مزبوط ولا حجر طبيعيه؟ لا مزبوط. تمام، موضه السنه الحجر ولا اخف من سنه الماضيه؟ لا موضه، عم يحبوا. تمام، يعني الفيروز بالذات مثل هذا الكوليه ثالث كوليه، يعني هذا مستحيل يبطل، اي حدا بيشتري من عندي بيقول لي يمكن لانه كان عندي منه ذهب، فعم يحبوا انه عم يرجعون. الله يرحمه مثل ايام اهالينا. نحن هذا الجيل راحت عليه ما في مجال اكسسوار على الماشي. حلو الفيروز، يمكن ماسا اذا بتوافقيني الراي انه اذا لابسه ابيض فانت عم تكسري بلون، واذا لابسه اسود عم تكسري بالبني نفس الشيء، فهيك عم يكون كسر لون. لهيك كل الصبايا يمكن بحبوا يكون عندهم فيروز. يعني غالبا الفيروز بيلبق على كل شيء، ما بيقيد برايي. تمام طيب بدي اسالك، اذا صبيه عم تتابعنا وحبت تشتغل شيء بايدها هاند ميد، إعادة تدوير من الاكسسوارات الموجودة عندها أو تبدع شيء جديد ما له موجود، شو الخطوات الأولى لحتى تبدأ؟ هلأ بصراحة يعني هذا الشيء كتير بده وقت وتعب، والواحد يعني ما حلو الواحد يمدح حاله، بس بده ذوق. ايه بده ذوق اجباري. انت دارسه فنون جميله عم تقولي. صح مزبوط. وممكن كل الصبايا اللي عم يتابعونا يمكن يستوحوا من الموجود حواليهم، وكثير من الناس عندها لمسة إبداعية، فممكن بس تجرب. أنا قصدت المواد الأولية متوفرة عنا بالبلد؟ أي متوفرة، يعني إذا بتنزل على السوق ممكن تجيب قطع تجمعهم بذوقها هي وحسب رغبتها. تمام موجود كلهم. طيب ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق بشغلك الحلو اللي عم تعمليه. يسعد صباحك. يسعد صباحك. شكرا كثير لك ماسا، يسعد صباحك يا رب.